فمثلنا كل يوم بيجي يخيص صبح الساعة 10 المحل تبعه، دفني الصبح قبل ما يفوت على المحل، قال لي المحل مسروق. جيت شفت شو اللي صاير، لقيت انه محاولين يفتحوا من برا بقايس، محاولين يفتحوا الباب مش ظابط معهم. بعدين كسرين قزاز وفايتين. على الاغلب هن بيعرفوش انه عندي كاميرات، او مش منتبهين انه عندي كاميرات مراقبه. فت انا تفرجت على الكاميرات، تفرجت على الحدث كله كيف صار. صارت شغال الساعه 12 و10 فايتين هنا على المحل. ضليت جوات المحل حوالي ثلث ساعة، دوروا منيح بالمحل، جمعوا شو بيقدروا الأغراض اللي لاقيني، أكثر شيء يعني الدخان والكبار، أخذين أغراض حوالي 6-7000 شيكل قيمتها. من ناحية مهمة الأغراض اللي راحت، من ناحية إنه أنا بيهمني إنه البلد صار تنظف من أمس، من شان هيك أنا كثير مهتم إنه راح أعرفهم. واحد منهم تقريبا عرفته بالكاميرات، على اساس هو مفكر انه واحد منهم انه مغطي وجهه، بس هو مش مغطي منيح. في كثير لقطات مبينه من الكاميرا لوجهه كامل. في واحد صرنا عارفينه، والثاني بعد رح نعرفه.